جمعت جمعة مع عادل بارباع والأستاذة اعتدال إدريس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام ويهلا فيكم ونحييكم حية في هذا اللقاء اللي بيجمعنا دائما بكم في كل جمعة بعد انتهاء خطبتي وصلاة الجمعة من الحرم المكي الشريف، ليكون أنا معكم عادل بربع في صحبتكم، وكذلك معنا الأستاذة والأم الغالية اعتدال إدريس. حياك الله أستاذ اعتدال. حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في النية والقول والعمل. اللهم آمين. اليوم موضوعنا موضوع مهم جدا حقيقة. إحنا الآن نتكلم مو عن الشخص نفسه، نتكلم عن من هم حوله. نعم. لأنه هم المؤثر الكبير كبير عليه. نعم. نتكلم عن من هم أصحابك ومن هم شلتك. نعم. ومن هم أصحابك ومن هم شلتك. نعم. ومن خلالها نعرف مين أنت ومين أنت. أي أنا حبدأ بحكاية. نعم. بقصة. يا سلام. يعني شفت مقطع جميل جدا، هو يعني سبحان الله عظيم اللي أعطاني الفكرة أني أنا إيش أقول في الحلقة هذه. القصة أنه جاء ولد. أيوة. سأل أبوه، قال له يا أبويا إيش قيمة حياتي أنا؟ طيب بيسأل عن قيمة حياته. قام الأبو قال له روح جيب هداك الحجر، كان في حجر عنده كده، قال له روح بيعه. طيب شوف، وإذا أحد سألك لا تتكلم ولا كلمة، أرفع أصبعك وأشر بأصبعين. طيب. أه. فقط أصبعين ولا تتكلم أي كلمة، وشوف اللي قدامك إيش حيقول. أخذ الولد الحجر وراح مشي في السوق، وشا قابل واحدة حرمة كده بسيطة، فشافت الحجر فقال لها تشتري هذا الحجر؟ طالعت فيه قالت له الله جميل ده الحجر، ينفع زين بيه حديقتي، بكم تبيعه؟ الولد ما تكلم ولا كلمة، رفع أصبعه وأشر لها إيش؟ أصبعين، يعني أصبعين رفعها. نعم. فقالت له أوه بدولارين حتبيعني، هو أنا ممكن أشتريه بدولارين. سكت الولد وراح لأبوه قال له يا أبويا هذا إيش؟ دفعت فيه دولارين في حجر. أي. قال له طيب الآن نروح للا يعني شخص تاني اللي هو فين؟ حق البقالة أو شيء يعني. أي. طيب ممكن حق المتحف، قال له روح حق المتحف وأعرض عليه الحجر. راح عرض على صاحب المتحف الحجر، فلما نشافه قال له الله ده الحجر جميل جدا وبدنا نعرضه عندنا، بكم تبيعه؟ فرفع إصبعينه الاثنين وكأنه بيأشر إصبعين فقط من غير ما يتكلم بكم السعر. فقال له أوه تبي تبيعني هو بألفين دولار؟ تخيل من دولارين إلى 2000 إلى 2000 دولار، أنا أشتري منك بألفين دولار. سكت الولد ورجع لأبوه بسرعة، قال له يا أبوي طلب منه، قال له طيب الآن خذ الحجر وروح لي اللي بيبيع الأحجار الكريمة. ونفس الشيء أعرض عليه الحجر وشوف قل له بكم هتشتري أبا بيعك هو. فلما راح لمحل الأحجار الكريمة لصاحب الأحجار الكريمة والمدير حقهم هناك وعرض عليه الحجر، قال له هذا، قال له الله هذا حجر نادر وأبغى أشتريه، وهذا بكم حتبيعه؟ فرع إصبعين برضو نفس الشيء، فقال له الله تبغى تبيعني هو أنا حشتريه منك بميتين ألف دولار على طول. أيوة يعني شوف دولارين يعني دولارين إلى ميتين ألف دولار، إلى ميتين ألف دولار وكل مرة. طيب. ما شاء الله وكان ما بيتكلم تفع. وكان ما بيتكلم، مجرد إنه رفع إصبعين فقط. طيب ومن غير ما يتكلم وخلى كل واحد يفسر بطريقة أحسن. نعم. كل واحد يفسر بطريقة. فرجع الولد لأبوه فبيقول له هذا، قال له فهمت يا ابني إيش قيمة حياتك؟ أيوة. ما هم هم أنت من فين جيت، ولا هم هم من فين اتولدت، ولا لون بشرتك، ولا جنسك، ولا إشلونك، ولا شيء، أو الثراء اللي أنت كنت فيه. نعم. طيب اللي يهم أنت تقرر فين تحط نفسك. نعم. ومين تحيط نفسك بهم؟ انت فين حتحط نفسك؟ تبى تحط نفسك حجر في الحديقه، او حجر في متحف، او حجر في اللي هو احجار كريمه. نعم. طيب الماسه تحط فيها، انت كيف تختار نفسك فين تكون، وفي نفس الوقت فين تحيط حياتك بمين؟ ممكن تعيش حياتك كلها وانت تظن انك انت قيمتك دولارين فقط، او ممكن نقول ريالين فقط. نعم. ليه؟ لانه انت نظرت لنفسك انك انت ما لك قيمه. بحسب ما انت تضع نفسك الناس حيشوفوك. حيشوفوك. احسنت. انت فين تحط نفسك انت تشوفيها، ومين تحيط نفسك بيهم. ايوه.
أنت أحط نفسك بمين؟ نعم. أحط نفسك بأصحاب الهمم، أحط نفسك بالناس الراقية، أحط نفسك بالأشياء الجميلة، أنت حتكون مكان جميل. نعم. زي المرأة لما قررت تضع الحجر فين؟ في الحديقة، في الأرض. نعم. أنت تبغى تحط نفسك فين؟ في الأرض ولا في متحف ولا في أحجار كريمة؟ يا سلام. في داخل كل واحد فينا الماسة موجودة، بس أنت بيدك تكتشف الألماسة وأنت بيدك تدمرها. كل واحد فينا في داخله إيش؟ الماسة ممكن تساعده أنه يظهر هذه الألماسة، وأنت باللي تحيط نفسك بيهم إما حتظهر الألماسة أو أنك أنت هتخفيها. إذن أنظر أنت فين حتحط نفسك في وسط هدول المجتمع اللي حوالينك. نعم. أنت اختيارك، أنت تقرر إيش حياتك. طيب أيضا أنت ممكن تساعد الآخرين إنهم يروا قيمة أنفسهم، أنت ممكن تساعد الآخرين إنهم يخرجوا الألماسة اللي في داخلهم. أنت بيدك، حياتك هي اختياراتك. يا سلام. هي نظرتك لنفسك، هي من تحيط بهم نفسك، هي اهتماماتك. طيب هي مشاعرك، تقديرك لنفسك، حرصك على إنك ما تحوج نفسك إنه تنحط في مواطن السوء. أنت بنفسك تقرر أنت إيش حتكون. يوم ما تنظر لنفسك يا ابني ويا بنتي ويا زوج ويا زوجة ويا ابن ويا ابنة ويا أب ويا أم ويا موظف ويا رئيس ويا مدير، يا أي شخص كان في العالم، أنت تنظر لنفسك إيه؟ عندك همة؟ عندك مقدرة؟ أي نعم حتخرج اللي هذا. لا حد يجي يقول الظروف حواليا هي اللي سوت فيا كده، لا حد يجي يقول لي والله أنا انحطيت في الظروف وصرت كده، ويبدأ يندب على نفسه ويبدأ يحط في نفسه في مواقف سبحان الله العظيم هو في غنى عنها. اختيارك أنت، أنت تختار حياتك. أنا حقيقة كان هذا الموضوع وموضوع تاني يعني مرتبط بي سبحان الله العظيم، يعني في موقف وحابة أني أتكلم عنه لأنه ضروري الآن نعرفه. سبحان الله العظيم جات القصة هذه تكملة للفكرة اللي في بالي والموقف اللي يعني سبحان الله العظيم مر فيه. الآن احنا بنقول أنت تحيط نفسك بمين؟ نعم. أنت اهتماماتك إيش؟ لاحظوا الآن، أنا ما أقول كل المجتمع أبدا، في المجتمع من هم فعلا ما شاء الله عليهم لا قوة إلا بالله، قيم، مبادئ، رقي في التفكير، اهتمامات جميلة. ترى في عندنا في مجتمعنا ما شاء الله تبارك الله نماذج رائعة جدا جدا، من شباب وشابات ومتعلمين وأطباء ومهندسين وطلبة، وهذا في نماذج رائعة. بالمقابل في نماذج يحتاج نقول لهم إياكم أن تحيطوا أنفسكم بالتفاهات. للأسف للأسف يا ابني، يعني إحنا الحلقة هذه حنتكلم شوية كده، بعد كده حنفتح المجال للأسئلة لأنه كانت في الحلقات الماضية ما كان عندنا وقت كثير للأسئلة، فاليوم إن شاء الله حتكون زي الحلقة نصها مفتوح يعني للي بده يتصل، عشان كده كانت تبدأ تهيئهم اللي بده يسأل سؤال أو شيء. حنتكلم عن شيء بسيط وبعد كده إيش نفتح المجال للأسئلة. اللي بقول فيه إنه لا تحيط نفسك بالتفاهات. كيف؟ شوفوا يا أحباب، الآن العصر عصر إيش؟ عصر وسائل التواصل. العصر الآن عصر الأشياء اللي هي الملتي ميديا. طيب الميديا والسوشيال ميديا اللي عندنا، الناس اللي الآن كل واحد فتح له قناة في اليوتيوب أو فتح له شيء وفي متابعينه وفي اللي موجودين معاه، وصارت المعلومات الآن مستقاة من فين؟ من اللي هم الموجودين فين؟ في الميديا. نعم. طيب ها صارت المعلومات مستقاة منهم، للأسف صار قليل اللي يقرأ. يعني دحين مثلا لما نحطه في الأمارات اللي هو جائزة القراءة، وما شاء الله لا قوة إلا بالله، تشوف النماذج أطفال صغار يتكلموا كلام من جد، تحس ما شاء الله هذا القراءة. وهنا
بس للأسف صار اللي يقرأ قليل. معظم الجيل الحالي هذا الآن لسهولة توفر المعلومة عندهم، ما صار يتعبوا في كتب، ما صار يتعبوا في إنهم يخرجوا كتب ولا يدوروا على كتب، الشيء صار الآن ضغطة زر تخرج كتاب. بس إيش اللي صار؟ إنه الجيل الجديد هذا صار يستسهل المعلومة. الدين من الآخر، ما عندي استعداد أقرأ وأقعد أقرأ كتاب قد كده كبره أعطيني الإيش المحصلة النهائية حقة الكلام. تجي تقول له، يجي يسألك مثلا سؤال، فين نفترض إيش فائدة أهمية غابات الأمازون، أو إيش هي حضارة الأزديك، ولا إيش هي قارة أتلانتيك، ولا مثلا إيش الأشياء اللي هنا. تجي تقول له طب أقرأ عنها. طيب يجي مثلا أسأل عن المجموعة الشمسية أو الميلكي واي أو المجرات أو حاجة، يجي يسألك سؤال. طبعا الطفل أو الإنسان متعود أنه اللي أمه ولا أبوه ولا اللي حوالينه هدول موسوعة علمية متنقلة. طيب فلما نجي يسألوا سؤال تقول أبحث، لا خلاص بطلت، روح أبحث يا ابني، أضغط زر دور عليه تجيك، لا بطلت ما في حال، أديني هات من الآخر، ما في حال إن أنا أدور للأسف. طيب أيوة للأسف صاروا إيش يسووا؟ يحيطوا نفسهم أو يتابعوا الإيش اللي في الميديا اللي بيعطيك معلومات. هذا كويس حلو إنه في جزاهم الله خير ناس أتخصصوا إنهم يجوا يدوكم المحصلة النهائية المعلومة هذه، وده جميل جدا. ليه؟ لأنه صار العصر عصر الإيقاع، عصر السرعة، عصر كده هات بسرعة هات من الآخر. يعني حتى الأكل يأكلوهم واقفين، والنوم يناموا ممكن هم واقفين وهم جالسين، يعني ما هي مشكلة. على قولهم هو كله فاست، حاجة سريعة يعني. أيوة ما عنده استعداد إنه حتى لما تقول له استرخي كده واستهدي بالله ما في حال، يعني إنه يجلس صار كده. وطبعا كثرة أمراض الهايبر ولا وتشتت الانتباه وفرط الحركة، وهذا كثرة هذه الأشياء مرة كثير. يعني حتى اللي تلاقيه قاعد كده جالس وهو ما هو قاعد على بعضه، يعني يا يد بتتحرك يا رجل بتتحرك، واللي يقعد قدامك ما شاء الله ويهز نفسه يجيب لك الصور، يعني إذا بتشوفه ما تقدر تتحرك من كثر ما يهز. يعني ليه؟ بسبب العصر، إيقاع العصر السريع. نعم. إيقاع عصر سريع عندنا صار، فصاروا هذا الجيل يبغى إيش؟ يبغى الشيء السريع السريع. طيب حنا نطلع فاصل ونكمل بإذن الله تعالى. أذكركم مستمعينا بإمكانكم التواصل معنا، لكن عبر رسائلكم النصية، ارسل رسالتك سواء سؤال أو استفسار، وإذا حبيت أن يكون هناك مكالمة هاتفية فقط ارسل اسمك ومدينتك وإحنا رح نتصل عليك على الأرقام STC 85 1040، موبايلي 66301، وأخيرا في زين 70 1313. فاصل ثم نعود إليكم، ابقوا معنا. جمعة جمعة مع عادل بارباع والأستاذة اعتدال إدريس. عدنا لكم مستمعين الكرام، وفعلا احنا لابد ننتبه زي ما قلت استاذ اعتدال إدريس من الأمور اللي بتحاط حولنا. نعم. مو فقط انه هي عبارة عن صحبة، لكن حتى من الأشياء المعلومات اللي بتثار للأسف انه صار جليسنا هو السوشيال ميديا اللي دخلنا فيه وما عرفنا نخرج بطريقة آمنة إذا ما كنا فعلا مدركين الخطورة وفين الشيء الجيد في هذا المكان. نعم. وبالذات مين يا ابني؟ نعم. الـ 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 الأطفال أو اللي نسميهم المراهقين. نعم. اللي حطهم من سن 13 لين سن اللي هم 20، هذولا بيشكلوا أكثر فئة بتتابع طيب السوشيال ميديا. أكثر فئة. يعني أنا أقول لك إيش الموقف، يعني سبحان الله العظيم اللي قعدت أشوفه إنه في بعض الأحيان، وأنا حتكلم طبعا مش ذكر أسماء ولا انتقاصا من أحد أو شيء، لكن للتنبيه ولعله قد يصل ليهم يعرف الإنسان. يعني إحنا دائما نحسن الظن بالآخرين حتى لا. اللي بيقوموا مثلا، تعال أقول لكم بعض الأحيان بتجي مواقف طيب لمتابعين أو شيء، يعني مثلا بيتابعوا موقف اللي هي الحكاية المقالب اللي بتصير. هذه المقالب على قد ما إنه الناس يضحكوا عليها، بس دي أسوأ شيء في هدم الأخلاق وهدم القيم. القيم مش شرط تكون قيمة دينية يا جماعة، كل الديانات السماوية أو ديانات وضعية، الفطرة السليمة كلها تؤمن بالأخلاق. نعم الأخلاق موجودة، الأخلاق موجودة، والإسلام أتى متمما لها. نعم. إنما يعني بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. نعم. والدين الإسلامي كان خاتم الأديان لأنه ما هدمها. نعم. أضاف عليها، يؤكد على أخلاق على الأخلاق موجودة. لأن نعم. الفطرة السليمة سبحان الله العظيم فطرة الله التي فطر الناس عليها. نعم. الناس عليها.
الفطرة السليمة هي التي يعني تؤيد الأخلاق. تعال أقول لكم مثلا شرب الخمر اللي فطرته سليمة لو كان حتى كافر، مش شرط أنه مسلم، مش شرط أنه إحنا نقول الخمر حرام عشان الدين وعشان هذا، أنا ما بقول لكم كده. الفطرة السليمة الشيء يذهب العقل ويجعل الإنسان ينزل في أحط من مستوى الحيوانات. الفطرة السليمة تأبى أنه الإنسان يكون بهذه الطريقة. السرقة، الفطرة السليمة طيب تأبى أنه الإنسان يأخذ مال أحد بدون وجه حق. الفطرة السليمة تجعل الإنسان يتعامل مع الآخر برقي وأخلاق. الفطرة السليمة تأبى أني أنا أحطك في موقف وأقعد أضحك عليك واتريق عليك. بدليل الآن الإتيكيت والمدارس حقت الإتيكيت والمن عارف إيه اللي بينادوا فيها، كتب تنمية الذات، كتب التعامل مع الآخرين، كتب من عارف اللي مترجمة واللي هذا، دي كلها طيب موجودة عندنا في الإسلام وموجودة في الغرب وموجودة في إفلاطون وموجودة في أرسطو وموجودة في كل الديانات، ما نبغى نعدد إحنا، لكن موجودة. ليه؟ لأنه تعامل أخلاقي يا جماعة. الآن اللي صاير إيش؟ للأسف صايرت تنحت مقالب. طيب يجوا يصوروا مقلب في أحد ويتفرجوا عليه الناس، وطبعا بعدد المشاهدين بيكون نجاح الإيش؟ اليوتيوبر هذا. للأسف صارت إنه الضحك على الآخرين هو مادة تسليتنا. للأسف صار إنه الإنسان يتحط هذا في موقف. نعم. طيب زي حكايات اللي بيجيبوها مثلا في حتى في التلفزيون، اللي بيجوا مثلا حطوه في موقف وينفجع وإيش يصير وينبسطوا على هذه الفجعات اللي صارت وعلى قدر اللي صارت في المشاهدات. طيب والنتيجة حقتها صار إيش صارت فيها؟ صارت فيها استهانة بمشاعر الآخرين. من حقنا إحنا نرفه عن أنفسنا، نضحك. نعم. نعرف، لكن لابد نكون في حدود، ما نضحك على حساب انه الآخرين. إيه نعم الآخرين، او انه والله من اجل انه نرى فضائح الآخرين ونضحك عليها، لا لا لا، هنا في خطوط حمراء، في خطوط يعني. إيه نعم. لازم الانسان يفهمها. صح. سبحان الله العظيم، شوف المواقف اللي بتصير، يحطون مقلب مثلا. أيوه. يكون واحد قاعد كده فجأة يطلع ويقوم هذا يهرب ويشرد، بعدين يقولوا له ها الكاميرا الخفية، من عارفة طبعا اللي هي اللي مثلا انه كاميرا متخباية وشي وينبصوا فيها. تعرف ايش اللي صار الان؟ صار ما حد يثق في الثاني، ما حد صار يساعد الاخر. ليه؟ لانه يفكر انه هذه كاميرا خفيه ولا هذه مقلب بتسووه فيا. نعم. طيب بداوا تهدموا القيم، بداوا يهدموا الاخلاق. طيب بدات تنهدم اشياء كثيره، قيم عندنا. نعم. صار يقول لك انا اجي اساعد الله، هو ده من جد ولا مقلب؟ هذا من جد ولا مقلب حيصير؟ طيب صار يقول ايش؟ اخاف. ولا صار مثلا أسويها ولا ما أسويها؟ آه يمكن يكون في كاميرا بتصور، خليني أسوي ده علشان أبان قدام الكاميرا. انهدمت الأخلاق. نعم. انهدمت القيم، صارت الناس ما تظهر على حقيقتها. أحسنت. أي. أحسنت، صارت إيه؟ فيها هدم. أتربوا الآن الجيل الجديد من كتر ما يشوف دي الأشياء ما عنده قيمة للإحترام، ما عنده قيمة للأخلاق، حتى لما بده يساعد أحد يا أبوي لا تساعد أحد، ده والله أظنه مقلب ده، ويكون الإنسان من جد هذا واقع. نعم. في مشكلة. ليه؟ لأنه خايف أنه يكون مقلب من المناظر اللي بيشوفها. طيب. نعم. هذا واحد. في شيء تاني، في ناس بعضهم مثلا يجي يتصل على أحد ولا شيء ويسوي نفسه يقلد الطرف الثاني ومن عارف إيه، يقوم أهداك يا حرام ويصوره، للأسف أنه يتصور ويبدأ ينحط في مقلب، وبعد كده يقول له هي أنا ضحكت عليك. فتصور ده الإنسان حينحط له عيلة، والله لو هو غلطان من راسه ورجله، لكن له عيلة. نعم. له أهل، له أطفال، له هذا. وطبعا ترى الناس للأسف صارت تضحك على جراح الآخرين. هذا أمر. نعم. يهدم القيم، يهدم الأخلاق، يهدم البيوت. وبعدين بنقول ليش المشاكل صايرة كده، وبعدين نقول ليش الجيل صاير كده، لأنه بالغزو الفكري اللي احنا حطينا لهم هو بهدم القيم صار. بالله تخيلوا الآن الإنسان سواء كان رجل أو امرأة انحط في هذا الموقف، طيب وشافوا ده المنظر طبعا، وللأسف تعرف كم عدد المشاهدين بالملايين إن شاف الموقف ده، لكن لو كان موقف جاد وموقف طيب يتلاقي 1000 ولا 2000 اللي يشوفوه. ليه؟ لأنه صار عندنا استهتار.
بمشاعر الآخرين، استهتار بالآخر. صرنا نضحك عليه، نضحك على الموقف اللي مر عليه ويقعدوا. هما ما ينتبه الجيل ده إنه أنت تجي تكلم يقولك لا والله أنا مو قصدي، بس تعرف إيش اللي بيصير؟ بتنغرس في داخله إنه عادي قدامي أسوي فيك مقلب، واستهتر بقيمتك، استهتر بمشاعرك، استهتر بانفعالاتك يستهتر بيها الإنسان. هذا الإنسان اللي حط في هذا الموقف، بالله عليكم لو أبناءه شافوا بذي الطريقة وصاروا تريق الآن وتنمروا عليهم اللي حوالينهم، زوجته شافته أنهدم بيته، حتضحكوا بالله عليه؟ أنا اللي خلاني أقول هذا الموقف سبحان الله العظيم إني الله يحفظه ابني، شفته بيتفرج ابني 15 سنة بيتفرج عليه، فبقول إيش بيتفرج يا ولدي؟ فبيوراني هو ده. طبعا يعني هنا من المهم جدا إنه تكون يعني طبعا لو جيت أنت قلت له لا حرام ما يجوز وهذا، لازم تتكلم معاه بالعقل بالمنطق. فتكلمت معه يا ابني يصح أنت، طب أفرض أنت حطيت في ذا الموقف، هل ترضى أنت إنه أحد يتفرج عليك ويضحك عليك؟ طبعا ساعتها لأنهم جيل يعني ما هو مستوعب إنه مو مستوعب إنه هذا خطأ وإني أنا ممكن أنحط في هذا المكان. أحسنت. أيوة. قلت له شفت يا ابني لو أنت انحطيت هل ترضاه عن نفسك؟ وبعدين ممكن ترى الموقف ده شايف خلاص وكبرت أنت، بس اللي موجود هنا حيتفرجوا عليه لو بعد 10 سنين. تخيل لو أحد قابلك بعد 10 سنين وقال لك أوه أنت فلان فلان ده أنا شفتك في مقلب قبل 10 سنين، بالله إيش موقفك بعد ما تكون أنت كبرت ونضجت وصرت الإنسان الناضج؟ مش حتنقهر؟ حطوا نفسكم يا جماعة أرجوكم، اللي بيحط المشاعر الآخرين في موقف إنهم يتريقوا عليهم، ترى أنتم محاسبين أمام الله عليها. ليه؟ عشان شهرة؟ طيب هذه الشهرة حتنشهروا بيها يوم القيامة على رؤوس الخلائق بفضيحة، وقد يعجل الله للإنسان بفضيحة في الدنيا طيب تفضل قاعدة لاصقة فيه. أي واحد من اللي بيكونوا ليهم متابعين ياخدوا الشخص وياخدوا تريقة وياخدوا مهزأة ويتفرجوا عليه الناس طيب ويضحكوا عليه، لا تأمن مكر الله، لا تأمن مكر الله. تبغى تقول كلمة حلوة، يعني أنا ولدي بيوريني بيقول لي شوف أنا بتعلم كده، أقول له ممتاز إنه في واحد زال الله خير بيعلمهم، أو مثلا بيروح من مدينة لمدينة، أو يعني ممتاز حلو أعطيني معلومات، أعطي بطريقة جميلة، يعني تغير العصر الآن عن هذا، لكن أعطيني بطريقة جميلة. أما إني أتفرج على البرامج التافهة، وللأسف تافهة صارت تستتفح عقولنا، تستتفح مشاعرنا، تستتفح قيمنا، تستتفح أخلاقنا. ليه يا أحبابي؟ صاروا الآن المرأة بتتابع مين؟ اللي هو التفاهات، الولد يتابع التفاهات، صارت الحياة تفاهة. هي حياتكم هذه يا أحباب؟ إذن اختاروا أنتوا إيش تنحطوا، حجر في بستان في حديقة في الأرض، ولا حجر كريم في الماسات؟ أنتوا إيش تختاروا يا أحباب؟ لو كل واحد فينا قال أنا مش هتفرج عليه حيقل عدد المشاهدين، حيبطل. لكن إنه الإنسان هو يشتغل على الآخرين، هذا تدمير للأخلاق، تدمير للقيم. أنا نصيحتي للمشاهدين اللي بتفرجوا هذه الأشياء، لو وقفتوا والله حيلاقي أن عدد المشاهدات نقصت عنده بلا شك. طيب نفس اللي بيسوي المقالب، طيب ترى هم فيهم خير، لا نظن إنهم هم سيئين، هم ما هم سيئين، لا. أي إنسان اللي عنده هذه القناة ترى ما هو سيء يا جماعة، إحنا نحسن الظن به، والله هو مو قصده إنه فعلا يتريق على الآخرين، بس قد يكون ما فهمها الطريقة الصحيحة، ما نظن بسوء، لكن قد يكون الجهل، قد يكون سبحان الله العظيم اللي بيسوي المقالب دي هو قد يكون جاهل إنه أنت بتأذي مشاعر الآخرين، إنك أنت بتأذي هذا. أذكر أنا موقف من زمان عد علي، وفعلا كل ما أتذكره دحين، طبعا زمان ما كانت في ميديا ولا كان هذا، وكانوا بدهم يعلموا أحد، وكان التعليم فيه صعب، بس أنا انقهرت متى إن أنا انحطيت في موقف ليش تحطوني كده مهزأة.
طيب هذا الكلام قبل يمكن حوالي 30 سنة تقريبا. كنا أيامها في مركز صيفي وهذا، وأخذنا مجموعة من البنات أساس أخذناهم رحلة، يعني واللي بيسمعون اللي سووا فيه الموقف ده، فأنا والله مسامحتكم يعني، بس أحب إن أنا أقول إيش المشاعر اللي الإنسان يعدي فيها. طيب إيش في عندكم؟ طب إحنا حنقول أنا في تركي قاعدة، المرة مو إبراهيم، هذه المرة عندنا أخو تركي معانا، والله يعينك عشوقهم عشان نقول لهم القصة بعد الفاصل. لكن أذكركم مستمعين الكرام بأرقام التواصل، لأنه بعدها إن شاء الله بعد القصة حنأخذ اتصالاتكم على الأرقام الهاتفية على 011-217-8585 أو على 012-616-1100. أما رسائلكم النصية على STC 85-1040، موبايلي 66-301، وأخيرا في زين 701-313. خلوكم معنا. جمعت جمعة مع عادل بارباع والأستاذة اعتدال إدريس. حياكم الله مستمعينا الكرام. طبعا متشوقين أستاذ اعتدال بالقصة الحكاية الموقف الرهيب اللي صار لي اللي حطت طيب قلت لك الحكاية دي قبل 30 سنة تقريبا. كنا في مركز صيفي وأخذنا البنات، وبعد ما سبحوا من عارفة وهذا، وجلسنا بعد السباحة والظهر والغداء ولا إيش، كنا قاعدين نعمل لهم محاضرة. المهم فجلسوا، ففجأة اثنين معانا من المدرسات اللي هم المشرفات، فواحدة فيهم فجأة قامت قالت لها أنت ولدك عمل كده، والتانية بتقول لها أنت ولدك عمل كده، لا أنت رميتوا الهدف، فكسرت كأنه شجار بين مشرفتين أمام الطالبات. طبعا ما هو منظر حلو أنه يصير يعني المشرفات يتضاربوا قدام الطالبات. صحيح. وفي ديك اللحظة طبعا الطالبات ما صدقوا، يتفرجوا على الشيء، على قولهم يشوفوا الشيء اللي ما يشتري يتفرج يعني. طيب فساعتها قمت أبغى يعني أهدي الموضوع. أخذت واحدة فيهم برا، لازم نفرع بينهم. صارت مضاربة، طبعا هي مضاربة بالأيادي زي ما تفتكروا كده، مجرد إنه كلام. إنه أنت كيف تخلي أولادك، بس طبعا كان بأدب يعني، مش إنه هذا بس أنتوا شوف أولادك كيف رموا الكفرات في المسبح وما نعرف، المهم ده الأشياء كده. فأخذت واحدة فيهم بدي أتكلمها معها، بقولها ترى عيب يعني، كان مفروض تتكلموا هنا. وبعدين جات الثانية تضحك. طيب تكلم إيش اللي صار؟ قالوا إحنا بالعينية تكلمنا كده قدام الطالبات عشان نوضح لهم كيف إنه الأخلاق المفروض ما تصير بدون الطريقة هذا. طبعا ساعات انقهرت منهم إنكم حطيتوني في موقف بايخ. قالوا بس كويس إنك أنت، يعني إحنا لازم نعلم إنه الإنسان لازم يكون صلح خير هذا. طبعا زهم الله خير يعني، سكت أنا وبليعتها. بس انقهرت إنكم أنتوا حطيتوني أيوة في موقف الأهبل كده اللي بده هذا، وإنتوا عاملين مقلب من ورايا. ف يعني ليش؟ لأنه أنا أعز نفسي، أحترم نفسي. طيب ما أحب أنحط في موقف إنك أحس استغفليني أو شيء. وعلى عشان كده بقول لكم، أنت فين تضع نفسك؟ أنت قيمتك لنفسك إيش؟ أنت نظرتك واحترامك لنفسك إيه؟ دائما أنا يعني سبحان الله العظيم، وهذه نصيحة للآباء والأمهات. شوفوا لا تيأسوا أبدا إنكم تقولوا الكلام لأولادكم، اعطوهم المواعظ الكلمات، ممكن ما يسووها الآن لكن بعد سنين يقولوا الله يرحمه أبويا وأمي كان دائما يقول لي كلمة كده. طيب يمكن في البداية تجي تقول له يا ابني كل ما احترمت نفسك وقدرتها هتلاقي الآخرين يحترموك يقدروها. تجي تقول والله ما في فايدة هذا الولد يسوي البلاوي وهذا، لا تفكر إنه ما راحت منك، لا إنه راحت، لا ولا إنها ما صارت فيه. ترى أغرس البذرة يا أب ويا أم، أغرس البذرة في نفوس أبنائكم، يا معلم يا أستاذ يا مربي يا اللي قاعدين أصحاب مع بعض، ترى لا تفكر إنه كلامكم بيروح الهوى. والله أذكر أنا كنت أدرس زمان، درست كل المراحل، فكانوا في عندي طالبات كنت أقول والله لو أسلم حمار الخطاب لنهدوا هدول البنات. سبحان الله العظيم شفتهم بعد سنين في الجامعة، اللي داعية اللي مكان، أقول كيف تغيرتوا؟ قالوا لي يا أبلة أنت تفكر إنه كلامك ما كان يأثر فينا؟ بس إحنا كنا في سن جنان. بس بعد سنين البذرة وضعت، لكن ما يدري كيف ما تتسقى. حتى كنت أقول يا الله كأني أحفر في البحر.
نعم. لكن فعلا لقيت انه الانسان اغرس البذرة. نعم. يا اب يا ام اعطوا لابنائكم الكلام الجميل. لما اجي اقول للابن يا ابني اياك انك تحوج نفسك انه احد يقول عليك كلمة خطأ. يا ابني لا ترتكب الخطأ. ليه؟ مش عشان الناس، عشان نظرتك واحترامك لذاتك. كل ما تحترم ذاتك كل ما الآخرين يحترموك. نعم. كل ما وضعت نفسك في موقف محترم هتجبر الآخرين على احترامك. كل ما أعطيت نفسك قيمتها ستجد الآخرين يقدروا قيمتك. لكن لما تنظر لنفسك عادي وتحطها في مواقف الإهانة أنت أهنت نفسك قبل أن يهينك الآخرين. خلينا نأخذ الأسئلة إذا في عندكم أسئلة. مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا. كيف حالك أستاذ عادل؟ يا هلا. يا هلا أخي صبري. صبري. الله يبارك في عمركم يا رب. جمعة مباركة وتقبل الله منا ومنكم. يا رب مننا منكم صالح الأعمال. أنا لا أزيد ولا أزايد على عليك يا أستاذ اعتدال، فأنت يعني مثال القدوة. ربنا يبارك فيك. الله يكرمك. الله يتقبل منا. أحب أذكر يعني المستمعين الكرام بقول الله عز وجل الأخلاء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر ما معناه المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. والمثل الشعبي عندكم وعندنا وفي جميع الدول العربية الصاحب ساحب. ساحب. أنا أقول لكم حاجة لمدة دقيقتين بس والله حدثت معايا أنا شخصيا. يعني من 35 سنة عندما تقدم أحد الأشخاص لخطبة أختي فسأل الوالد، أول ما سأل الوالد رحمة الله عليه وعلى الوالد وعلى جميع أموات المسلمين سأل على أصحابه. أول ما سأل لم يسأل على قبيلته ولا عائلته، أقسم بالله العظيم سأل على أصحابه. فقال يعني قالوا له هم يعني هو من جماعة المسجد، أصحابه من جماعة المسجد. فبدون تردد وافق الوالد وترك الأمر لأختي فوافقت. الآن أبناءهم من حفظة كتاب الله عز وجل وكلهم من خريجين جامعات مرموقة. هذه شهادة حق والله أقولها لكم ولا أزيد ولا أزايد عليك يا أبو عبد الله. جزاك الله خير. الله خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. جزاك الله خير. شكرا يا صبري. الله يكرمك يا رب. طيب تعليقك نعم استاذ عتيدة. هو فعلا الله يكرم ويجزيه خير، يعني فعلا فلينظر احدكم من يخالل والاخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو الا المتقين. فعلا تجد انه الانسان انت ايش حتكون اللي احنا نبغى نحطه قبل ما يعني سبحان الله العظيم يعني ننشغل بالرد على الاستفسارات، وهذا انه انت يعني اياكم ثم اياكم تجعلوا مشاعر الاخرين عرضه للاهانات. أو للاستهزاء، أو أنه أنتوا تضحكوا عليها. يا جماعة حتى لما تجي تنتقل ليكم المقاطع أو شيء، لما تقف عندك أنت تكون أنهيتها، أنت تكون وقفتها، أنت سبحان الله العظيم أنت سبحان العظيم أنتهيت منها ووقفتها في مكانك، وقفت عندك. أميت الباطل بالوقوف عندك أنت، لا تخلي الباطل ينتشر، لا تخلي هذا. ولو صارت نصيحة طيبة للجماعة مثلا للناس اللي بيحطوا المقاطع هذه أو التفاهات، لو كل واحد بعد عنهم ما حيلاقوا شيء. لا، لأنه إحنا للأسف بنشجعهم، إحنا بنشوفهم، إحنا بنعمل لهم اللايكات والسبسكرايبات ومنعرفين الكلمات اللي بتقولها أنا ما عارف أقولها. طيب أنت اللي بتعطوهم هذا الشيء، أنت اللي بتشجعوهم. نعم. انتوا شجعتوا الباطل. فيا جماعة أرجو أنه نرتقي بأفكارنا، نرتقي بحياتنا سبحان الله العظيم فيها. طيب معنا اتصال. اتصال تفضل. خذ اتصال. مرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام أخي علي. حياك الله. الحال طيب. الله يسلمك يا أخي علي. حياك يا دكتورة طيبة. الحمد لله. حياك الله. مين معايا ابني؟ عندي يا دكتورة سؤالين. أنا السؤال الأول، خطبت واحدة شفت لنا بس قالوا انك تجيب لها هديه ب 3000 او ب 4000 جي جوال جي فلوس. وقال يمكن انها توافق ويمكن ما توافق، لما وافقت الهديه ما ترجع. ايوه. وخدت فتره معهم جوني قالوا خلاص البنت وافقت. وجيب المهر 80000.
الله. نصلح منه قفرنا ونصلح منه حاجاتنا كلها. قلت هذه 80,000 وحولها لهم على الحساب. طيب. وشوية كذا البنت أبوها متوفي، شوية كذا تغيروا عليها، قالوا البنت نحط عليك في الصيفية، أنت ملكت عليها الآن بس ما نقدر نعطي، خليها في الصيفية بعد 6 شهور تتجوزها وتأخذها من القصر. أيوة. وأخذها شفت اللالة وطلعت يا دكتورة خاينة، سحبت منا رصيدي 10,000. طيب. هلا أقدم فيها شكوى، هي طلبت الخلع. والآن تجوزت واحد ثاني، بس ما أدرى أقدم في الفلوس اللي سحبتها من حسابي ولا أتركها ولا كيف الحل. طيب بس أنت إيش اسمك أول مرة يا ابني؟ علي عياشي. علي يا علي. لما هي طلبت الخلع ما رجعت لك 80,000 والهدية؟ جينا للشيخ قلنا للشيخ أنا حقي لازم يرجع لي، قال لي أنت دخلت فيها تمشيت فيها 10 أيام. طيب. ولعبت فيها، يقول لي كيف يعني أرجع؟ سأعطيك النص، عندك اعتراض روح قدم على الشرطة ولا قدم على الاستئناف اللي في أبها. طيب بس مو هي طلبت خلع يعني، دقيقة، هي ما طلبت طلاق. أيوة بس خرجت من حسابي 9,000. طب استنى، الخلع طلبته صح؟ طلبت انها خاينة وهي دخلت في طمع، ما دخلت في حب. ما علي يا علي، بس بدي افهم سؤال، انا بدي افهم السؤال. هي تقول انت طلبت الخلع، طيب. الخلع غير الطلاق. الخلع معناته انه المرأة التي تريد ان تختلع من زوجها ترجع له مهرها وتسقط الحقوق وإذا عليها ديون يعني هذا، فترجع له كل أموره سواء دخل بها أم لم يدخل. الشيخ اللي حكم بالقضية دي، ما أنا دحين ما أعرف، أنت شوف محامي، لأنه أنا هذه الأمور القانونية أنا ما يعني ما أقدر أتكلم فيها، لكن اللي أعرفه من حكم الشرع إنه المرأة التي تطلب الخلع هي مطالبة أن ترجع للرجل مقابل خسارته، ترجع له كل أشياءه، الجوال والتمانين والأشياء كلها. وإذا أنت أثبت إنه هي سحبت 9,000 أو 10,000 حطها من ضمن الخلع اللي ترجعه، فقوم محامي. سحبت 5,000 والباقي حولنا على حساب أخوه. خلاص قوم محامي أحسن لك يشوف لك القضية هذه. نعم. بس المحامي كم يأخذ يعني نسبة كم؟ والله ما أعرف المحامي كم يأخذ يعني، فأنت قوم محامي اللي خلاك تدفع 80,000 معليش لا مؤاخذة زي علي يعني هذا، فتقدر تقوم محامي معليش. طيب. الله يعوض عليك إن شاء الله. نعم. نعم ناخذ اتصال، خذ الاتصال الثاني بس حنطلع الفاصل. اذكركم مستمعين الكرام بارقام الهاتف على 011-217-8585 او على 012-616-1100. ابقوا معنا، حياكم الله مستمعين الكرام. ناخذ اتصال هاتفي. الو مرحبا. الو السلام عليكم استاذ عادل. يا هلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساكم الله بالخير استاذ اعتدال ادريس. مساك الله بالخير والسرور، تفضل. جمعة مباركة إن شاء الله. علينا وعليك. شرف اسمك أخوي. معاكم أبو عبد الله. أنا كلمتكم العام بخصوص موضوع وقضية صارت عندي. تفضل أبو عبد الله. الله يسلمك. اللي هي خيانة زوجية. كيف؟ العام اتصلت عليكم باتصال بإني لقيت وجدت خيانة زوجية مع زوجتي، خائنتني مع ناس، جرحتني، سوتني مشاكل. طيب. وراحت عند أهلها من سنة وحسبي الله ونعم الوكيل. طيب. أخذت كل ما يملك وكل حاجة وكل شيء بعد عشرة 17 سنة على كل شيء، على الرغم أنه لا يوجد بيني وبينها أطفال. ولا وكان بيني وبينها عهد، وقلت لها أنا إن شاء الله أني راح أثبت لك أنه لا يمكن أني أخونك أو أني أتزوج عليك. مين اللي ما يجيب الأطفال يا أبو عبد الله، أنت ولا هي؟ لا هي. طيب. وأثبتت بتحاليل وأثبتت بكل شيء. فخانتني مع شخص لدرجة أنه بعد ما كنت يعني أنا اكتشفت حاجة مبدئية وتسببت لي في متاعب شيء، وبعدين في الأخير لقيت أشياء واتصالات وكثرة كلام مع عدة أشخاص. طيب وطلقتها؟ الآن أنا ما طلقتها لأنه كان بيني وبينها طفلة.
كيف انت متقول ما عندكم اطفال؟ الطفله عن طريق الحضانه. يعني تبنيتوا طفله؟ تبنينا طفله. طيب والطفله الان صارت كبيره، والطفله انا خفت على الطفله وخايف ولا زلت خايف على الطفله. كم عمرها صارت الطفله الان؟ ان انا الف يعني ان انا استر عليها من باب الستر. طيب يا ابو عبد الله معليش ابو عبد الله، الطفله كم عمرها الان؟ الان 11 سنه. 11 سنه وقاعده عندك ولا عند الزوجه؟ جالسه عند الزوجه. طيب مع الرغم ان الطفله راضعه من بنت اختي. طيب وراضعه من مع ولد اخوي. ايوه يعني على اساس تصير حلال. طيب ايوه على اساس انها تكون حلال. انا وجدت من ضمن المراسلات اللي كانت موجودة والصلاه اللي كانت موجودة مع عدة اشخاص انها تكلم شخص وقالت له انا خنت والعياذ بالله، انا حلفت اني لاخونه واخونه وكنته. طيب معلش ابو عبد الله، الله يستر على عباد الله. الان يعني انت دحين بتقول هي سنة ليها عند بيت اهلها صح؟ نعم. طيب انت ما طلقتها؟ انا ما طلقتها. طيب الان ايوه الان ايش الان راحت ورفعت قضية في المحكمة وقضية خلع. طيب لدرجة انها تقول انا احب اجلط ما انجلط، وبالفعل هي جلطت وما انجلطت. اي فالان انا عندي اثباتات، هل انا اتجه للشرع والقانون؟ لانه لدرجة ان الشرع كل ما جيت للشرع يعني واقف ضدي. طيب دقيقة يا واقف ضدي ابو عبد الله طيب انا بدي اسالك سؤال يعني عشان بس لا ما يعني بلاش الواحد يتكلم اشياء كده كثيره ما لها لازمه امام الناس. شوف يا ابو عبد الله السؤال اللي بدي اسالك هو انت دحين بتقول هي رفعت قضيه خلع عليك في المحكمه تبغى تخالعك خلاص طيب وانت بتقول عشان بس اكون فهمت السؤال اللي انت قصدك فيه، السؤال اللي انت بتقوله هل انا اروح للمحكمه واظهر الأشياء حقت خيانتها عشان يقيموا عليها الحد؟ هذا سؤالك؟ نعم هذا سؤالك. طيب يجيك الرد يا أبو عبد الله إن شاء الله. طيب احنا حناخذ الرد منك على ما ناخذ اتصال آخر. طيب في اتصال؟ طيب نحن ناخذ الاتصال. أول شيء يا أبو عبد الله الله يكرمك، شوف يا ابن الحلال، أنت قلت أنه في 17 سنة بينك وبينها وجرحتك فيها وضايقتك، وانت عملت عهد امام الله انك انت ما تتزوج عليها والعيب طلع منها وهذا. انت الان اللي حاصل ولما اكتشفت خيانتها وهذا اللي حاصل انك انت مقهور ان انت ضيعت 17 سنة من حياتك طيب عليها، على انسانة بتقول انها ما تستاهل وخانتك وما عارفة ايه وهذا الاشياء. الان انت تبى تنتقم لنفسك وتبى تقول إنه أنا والله حروح أرفع الإثباتات هذه للشرطة علشان الشرطة تقيم عليها حد الخيانة، حد الزنا، حد أياً كان هذا. اللي أنا بدي أقول لك عليه، هي رفعت عليه قضية خلع، ونفس الشيء اللي كنا بنقوله لعلي، يا جماعة الخلع غير الطلاق. الطلاق يخسر به الرجل طيب ويكون هو اللي ما يبغى فيطلق زوجته، ولما يكون مثلا في فترة الملكة لها نص المهر تاخده طيب وما ياخد اي شيء من اشيائه. الخلع عبارة عن ايه؟ عبارة الاسلام جعل للمرأة الخلع انها تفتدي نفسها به. تفتدي نفسها يعني ايه؟ يعني تكون ما تبغى الرجال. طيب بمقابل الخسارة اللي خسرها الرجل هذا يجب ان هي ترجع له كل اشيائه اللي اخذتها منه. ممكن ترجع له المهر، ممكن ترجع له طقومة الذهب اللي أخذها منها، لو هو الرجل مستلف منها شيء يسقط الدين، لو هي يعني ترجع له أموره كلها. طالما هي رفعت قضية خلع، أنا نصيحة ليك يا أبو عبد الله، أول شيء أنت بتقول أنت خايف على الطفلة هذه، في إمكانك أنك أنت تسحبها وتخليها عندك في البيت طالما أنه هي سايرة طفلتك. طيب هي تعتبر تقريبا بنت، أنت كأنك جدها يعني، شايف اللي هي بنت أخوك تعتبر، لأنه زوجة ولد أخوك رضعتها، فصرت أنت إيش يعني الخيلان بالهذا وين علو، فصارت عندك أنت إيش. إذا أنت خايف على البنت
تبى تاخذها خذها عندك وربيها عندك. طيب اعطيها قضيه الخلع عشان ترجع لك كل خسائرك انت. كون انك انت تبى تقيم عليها وتحط الادله وهذا انا ما انصحك بيها مره من عده اسباب. اول شيء من ستر مسلما ستره الله يوم القيامه. ما فيش داعي انك انت تقيم عليها شيء لانه ايش يصير؟ يصير اللعان. تعرف ايش هو اللعان؟ اللعان اذا اتهم الرجل المراه زوجته بامر ممكن تكون الادله انت بتقول انت في نظرك انه هي ادله كافيه، بس تعال شوف في نظر الشرع وفي نظر القانون ما هي ادله كافيه. قد يقام عليك انت الحد، ممكن هي تقيم عليك حد القذف انك انت قذفتها، فبدل ما تصير القضيه انك انت تبى تسوي كده ثارت عليك انت. هذا اول شيء. الشيء الثاني اللعان ممكن يصير القاضي يجيب الرجل ويجيب المراه يعلي في سوره النور، والذين يرمون ازواجهم لم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهاده احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين، والخامسه ان لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين، والخامسه ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. معناته حتحلف اربع مرات وتقسم بالله انك انت صادق في كلامك. طيب وتحلف الخامسة كمان إنه ربنا يلعن الإنسان ده طيب لو هو كذاب. فأنت تحط نفسك في المواقف دي ليه يا أخي؟ انتهت وليها سنة بيت أهلها، خلاص أقطعها من حياتك. لا. أنساها، ربي عوض عليك. إذا هي مخطئة استر عليها على الأقل، ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم إلا ما تكون مرت بيك أيام طيبة. يا أخي انساها، سيبها، ربنا هو اللي حيعاقبها. أنت مالك دخل تروح أمام القضاء ولا تروح وتبدأ تثبت هذا وفضايح وشوشرة وشي ماله لازمة. يا أخي خذ البنت عشان تضمن حقوقك المادية، يلا خالعي رجعي لي كل حقوق المادية، الله يستر عليكي، روحي حي ربنا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، حيجيد حقك. ما فيش داعي انك انت تشرشح ولا تدخل في مواقف ولا والله ما لها لازمة. عيلتها وعيلتك و17 سنة يا اخي، هي اخطأت في ربي عاقب. الدنيا دوارة كما تدين تدان، والديان الذنب لا يبلى ولا يموت والديان لا ينسى. يا اخي اتركها ولا تقيم عليها قضية ولا شيء، خالعت خذ فلوسك وربي عوض عليك، تتزوج واحدة وتخلف وكله هذا وسيبها، ترى والله الله سبحانه وتعالى كفيل أن يأخذ حقك منها. لا تدخل في قضايا، هذه نصيحتي ليك، لا تدخل وتفضحها وتهذا، أرجوك لا تعملها. نعم، معنا اتصال معمر. أيوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا معمر تفضل، الله يعمر ديننا وديناكم يا رب. يا رب آمين يا رب. أول شيء ما شاء الله تبارك الله، موضوع جميل جدا يا أستاذ اعتدال وأخوي عادل. أنا يعني الإضافة أنا البسيطة جدا هي نرجع تاني للنقطة الأساسية، إنه هي مين أنت الشخص، أنت اللي بتحدد كل شيء. نعم. هي دي المحور الأساسي. أنت اللي تبى تشوف نفسك فين، يعني مثال الحجر والأبو والابن وكيف قالوا الابن هو ده الأساس. أنت تبى تقيم نفسك كدولارين كمئتين كمئتين مليون، هي أنت اللي بتحدد. طيب تجاور الناس الكويسة حتكون مع الناس الكويسة، تجاور الناس السيئة أنت اللي بتحدد كل حاجة. للأسف نحن في الزمن دائما بنقول والله أنا مظلوم أنا مغلوب عامل. لا ما في شيء اسمه مظلوم مغلوب على أمرك، أنت اللي تحدد، أنت تأخذ موقف، أنت اللي بتتحرك، أنت اللي تسوي. يعني أنا أختصر لكم بقصة جميلة جدا، يعني لو نتكلم على ملك الإدارة والتعليم باناسونيك، الرجل كان جدا غني فهو عمره 5 سنين، أبوه خسر كل البزنس، أخوانه ماتوا قدامه، بنى نفسه وتعلم وسوى لما سوى إمبراطورية. ليش؟ لأنه حط في باله خلاص أنا عندي هدف أبغى أحققه، أنا عندي حاجة لازم أسويها، أنا ما يهمني الظروف، أنا أتوكل على الله وبعدين أسيب كل شيء بيد الله سبحانه. هذا بقول لك مثل أجنبي. وثاني شيء يا أستاذ اعتدال، أنا دائما كنت أقولها دائما مع أخوي عادل في جميع الحلقات، أنه للأسف عندنا منطلق
سيء جدا في كلمة إنه دائما نقول يا رب إيش المشكلة الكبيرة. لا يا أخي الكريم، أنت تقول يا مشكلة أنا عندي رب كبير، ربنا الله سبحانه وتعالى هو مرجعك، هو الأساس، هو شيء لا يهمك شيء، أنت توكل على الله ولا تقعد تحط حجج، لا نخلي الحجج هي الأساس. نعم، إضافة بسيطة جدا. شكرا يا عمر. تسلم. الله يسعدك. الله يسعدك يا رب، جزاك الله خير. شكرا جزيلا، الله يعطيك العافية. نعم، معنا اتصال. مرحبا. ألو، يا هلا. طيب ناخذ اتصال آخر. مرحبا. يا هلا. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك الله يسلمك. تفضل تفضل أخوي. من معنا؟ وليد أحمد من جدة. الله يسلمك. هلا بك يا وليد، تفضل. بدك عن السؤال. استاذ اعتداء، كيف حالك؟ الحمد لله، أهلا وسهلا يا ابني، حياك الله. أنا أحب أشكرك الله يسلمك، تواصلت معك على تويتر قبل فترة وبس. أحب أشكرك الله يبارك فيك. الله يكرمك وجزاك الله خير على دعمك المتواصل، بارك الله فيك أنت والأستاذ عادل. الله يكرمك، جزاك الله خير. شكرا لكم وبالتوفيق إن شاء الله جميعا. يا هلا، معنا اتصال آخر. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. محمد النجاح. من الممكن أبغى أسأل سؤال لعادل، متى لعادل حق البرنامج ذا؟ يلا انتوا دورك. مو انا. طبعا البرنامج بيكون على قناه الاذاعه في اليوتيوب، ترجع تكتب الف الف وتشوف الفيديوهات اللي تبع الف الف، حتلاقي البرنامج. الله يسلمك. يسلمك يا هلا. نعم، طيب حنطلع فاصل. طيب فاصل ثم نعود، خليكم معنا. جمعت جمعة مع عادل بارباع والأستاذة اعتدال إدريس. حياكم الله مستمعينا الكرام، وطبعا ناخذ اتصال اخير. مرحبا. الو. يا هلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا هلا ابو يوسف. اهلا وسهلا، الله يعطيكم العافيه على الموضوع اليوم. بس في حاجه انا حبيت بس اناقشها معكم على موضوع التقنيه والنا. نعم. سماح الاولاد على دخول التقنيه. نعم. الحين شروط استخدام اصلا التقنيه اللي موجوده من الجهات، سواء اليوتيوب او سناب شات او التقنية عموما، يفضل انه دائما دخولها الاطفال فوق ال 13 سنة. للاسف اللي احنا نلاقيه الان ان اطفال صغار اعمارهم 7 سنوات 8 سنوات او اقل مستخدمينها، ولما تيجي تكلم الاهل يقول لك والله انا قاعد اراقب وش اللي ايش اللي قاعد يشوف وش اللي قاعد كتاب الموضوع. إذا الشركة نفسها ما تنصح أصلا الأطفال الصغار استخدامها، وأنت تخلي أطفالك يستخدموها ما تدري إيش اللي يطلع له في الموضوع. فما تستغرب أبدا كيف هيطلع جيل يعني مستهتر. زي ما أنت شايفين حكاية اللي زي ما قلت أنه يسوي مقالب أخذها على أنها فن. أي صح. فأنا حين دائما نصيحتي للأهالي، التقنية حدين، سلاح ذو حدين، يعني أنك تستخدمه صحيحة تستخدمه في شيء خطأ. الشركات بتقول لك أنه لا يستخدمها الطفل أقل من عمره من 13 سنة. وأنا للأسف حتى ما يعني أنا عندي أولادي مانعهم والله أن تدخل الإنترنت إلى الفترة هذه. بس أنا أشوف عيال أخواله وعيال أعمامه وكذا أنهم يدخل على الإنترنت، لما تيجي تتكلم الأهالي تقول لهم ليش أنا أقول لك أنا براقب وبخليهم عشان خليهم يطلعوا على التقنية، خليهم يطلعوا، بس ما هو هذا السن ما هو مناسب لهم. صح. أوكي، تبعهم يدخل على حاجات معينة، نزل لهم الحاجات اللي تسمح لهم مناسب لسنهم. أما الحاجات اللي ما هي مناسب لسنهم وتحتاج والله انها تكون مثلا حق الدخول، خصوصا معلش انا اقول لك اياها، دخول الانترنت انك يدخل على مواقع التواصل الاجتماعي، هذه اقل عمره فيها مطلوب انها يكون 13 سنه. في الخارج بيحاسبوا الاب والام اذا ابنه كان بيدخل المواقع التواصل هذه، هنا ما في محاسبه له وما في قوانين يعني الواحد يقدر يفرضها على الاهالي. بس يعني انت ايش تتوقع من طفلك هيشوف لما يقعد يتابع الحاجات هذه؟ الله يعطيك العافيه ابو يوسف، شكرا لك. الله يرضى عليكم. انا بس حبيت انبه النقطه هذه بس علشان لانه للاسف اواجهها كثير، حتى مع اولادي بيجي يسالوني ايش معنى هم يدخلوا احنا ما نقدر ندخل. صحيح. كيف اقعد اتصرف معهم في الموضوع؟ الله ده. شكرا. الله يرضى. يا طيب هم بالنسبة يقول أبو يوسف يعني زال الله خير ومعمر، في اتصال ولا خلاص؟ لا خلاص. طيب أبو يوسف ومعمر وزهم الله خير كانوا بيقولوا إنه فعلا
الأشياء اللي موجودة وأنت تقدر تتحكم في أطفالك، تقدر تقول لهم. بعض الأحيان أنت تقدر تتحكم فيهم، بعض الأحيان ما تقدر تتحكم فيهم، لأنه ممكن يكون يخرج برا طيب مع الأطفال التانيين ويقعد يتفرجوا مع بعض هنا. الهدف الأساسي أنت إيش تغرس فيهم، أنت إيش تقعد تتكلم معاهم. يعني مثلا لما أنت تجي تقعد مع أولادك يعني أو أطفالك، هذا هذه الأشياء ترى يا أولادي لما تعلمهم قيمة الشيء، قيمة الأخلاق، قيمة المشاعر، قيمة الإنسان، تعلمهم هي طيب، إلا ما حتغرس فيهم. أنت ما حتقدر طول الوقت قاعد معاهم ومراقبهم 24 ساعة. ممكن أنت تقول أنا فترة معينة، طب بعد كده لمن حيخرجوا للمجتمع الخارجي برا، ولا يخرجوا مع أصحابهم ولا مع الصحبة لهم، وهذا أنت إيش تعلم القيمة اللي فيهم. القيمة ما تكون بالكلام بس، القيمة تكون بالفعل. يوم ما يكون الأب يحترم الأم ويقدر مشاعرها ويقدر يعني زي ما تقول أخلاقها، فحس الطفل يتعلم من هنا. يوم ما الأب يقدر قيمة ابنه، الابن حيحس بقيمته طيب، وهو نفسه حيبدأ يحس أنه أنا ما أحط نفسي في الزلل، ولا أحط نفسي في الخطأ، ولا أحوج نفسي. يوم ما الكلمات الجميلة اللي تركوها الكبار ذوي الحكمة وذوي العقل، حتلاقي ليها قيمة في حياتك. أنت يا أب لما تقدر أبنائك، أنت حتغرس في أبنائك أنهم يقدروا قيمتك. ما هو عيب أنه الأب والأم يحسسوا أبنائهم أنتوا إيش قيمتكم. ما هو عيب أنه الأم يقدر الأب والأب يقدر الإبن ويغرس فيهم الكلمات هذه. الكلام ده ما يحتاج محاضرة، إن أنا أقعد معاك وأعطيك محاضرة. الرسول صلى الله عليه وسلم هو رسول الله كان يتخول أصحابه بالموعظة. إيش يعني يتخولهم؟ يعني مش طول الوقت أعطيكم محاضرات، لا، ولا طول الوقت أعطيكم. لما يحصير الموقف أنت مع ابنك طيب، حصل أي موقف، مو عيب إنك أنت تقول له كلمة تغرس فيه. يا ابني يا حبيبي، أما تجي تقوله أنت ما تشوف وأنت ما نعرف إيه وهذه الأشياء كلها تريقة، حيقول لك طيب 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 طيب، حيسمع من هنا ويسوي من وراك. لكن لما تجي تغرس فيه كلمة جميلة مع مرور الأيام، إلا مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة هي اللي تحط لك سبحان الله العظيم الأشياء الجميلة في حياتك. هذه الأشياء اللي في حياتك أنت تنظر ليها كيف، وأنت تتعايش معها كيف. كانت في بعض الأسئلة برضو من ضمنها جاتني مرة في تويتر، يعني أنا بهذا الكلام مش هعين أحد شخص بذاته يعني، لكن كل إنسان يرى الشيء اللي يبغى ياخده منه من جانب مشكلته هو. في بعض الأحيان الإنسان اللي بيكون يعني في مثلا جاتني مشكلة إنه واحدة بتقول إنها حبت إنسان تاني وهو ما هو داري عنها، وراح خطب وراح تزوج، وهي كيف تنسى منها. يا بنتي أنت اللي حطيتي نفسك في هذا الموقف، أنت اللي مشيتي وسرحتي ورا خيالاتك ورا أوهامك وعطيتي لهذا. يا أحباب، إذا أنت محتاجة، بالذات البنات اللي هم العاطفيين واللي بيحسوا إنهم هذا، إذا أنت عطيتي نفسك المجال إنك أنت تعيشي وتبني قصور في الوهم، حتنهاري وتنكسر على إيش؟ على رقبة الإنسان. ليه؟ لأنه هو حط نفسه في الوهم. نعم. عشان كده لما أقول أنا أنت إيش تحط نفسك في إيه؟ طيب؟ الإنسان اللي تقول بعض الأحيان والله زوجي فيه وبيشك فيه وما أعرف إيه وأنا قاعد هذا، يا بنت الحلال ليش تهدم حياتك؟ ليش تهدم حياتك وتهدم نفسك؟ وهذا الدنيا هي ما غلط غير على هذا الإنسان فقط. أنت كيف تبني حياتك؟ أنت كيف تبني مستقبلك؟ أنت كيف تبني أشياء؟ لا تخلوا أي شيء يكسركم في دي الدنيا. استقوا بالله واستعينوا بالله. في مقولة جميلة في الدكتور مصطفى أبو سعد، نعم، كان يقول أنت تنظر بعين النحلة أو بعين الذبابة. هذه المقولة جميلة جدا. سأل المذيع قال له إيش يعني عين النحلة وعين الذبابة؟ قال له عين النحلة لا ترى إلا جميلا، ترى الأزهار لكي تأخذ منها الرحيق طيب، فهي بتطير من زهرة لزهرة من زهرة لزهرة علشان تلتقط الرحيق عشان تخرج منه العسل. أما عيني الذبابة فهي تنظر لإيش؟ تنظر للقاذورات، للمستقذر. ليه؟ متنظر مثلا ممكن للطعام
عشان تاخذ منه شيء، وفي نفس الوقت تنظر لايش؟ للقاذورات. انت حتكون في حياتك ايه؟ عين النحله ولا عين الذباب؟ انت سعادتك في عيونك، انت شخصيتك في عيونك. انت تبغى ايه؟ احترامك لنفسك، تقديرك لنفسك، اخذك للمواقف بايجابيه. طيب هذه كلها تاثر في حياتك، تخلف في حياتك كثير. هنا انا اقول انه صاحب طيب ذوي الهمم، اشغل وقتك بما ينفعك، اجعل لنفسك قيمتها، انت حيث تضع نفسك، يضعك الاخرين حيث تضع نفسك. ان اعطيت نفسك قيمتها اعطاك الاخرين قيمتها. ان نظرت لنفسك انك المغلوب على امرك، انك مسكين المضطهد، انك المظلوم، فحتكون مضطهد ومظلوم. نعم، انت حيث تضع نفسك. انا كده اختم. الله يعطيك العافيه، وان شاء الله يعني الرساله وصلت لكل مستمع ويعرف كيف فعلا يقيم ويقدر نفسه امام اعين الاخرين. اشكرك استاذ اعتدال، الله يعطيك العافيه على ما تفضلتي. وكذلك مستمعينا الكرام، ما زال في حلقتنا بقيه في فقره قطفه وحكمه. قطفة وحكمة. هذا الرسول إذا يبسم ترى الأرض نورا فلا تظلم. هذا الرسول إذا يبسم ترى الأرض نورا فلا تظلم. من ابتغى صديقا بلا عيب عاش وحيدا، ومن ابتغى زوجة بلا نقص عاش أعزبا، ومن ابتغى قريبا كاملا عاش قاطعا لرحمه. وثور الحبيب إذا ما بدا يداوي القلوب فلا. كلما أعطيت بلا مقابل، كلما رزقت بلا توقع، واعمل الخير بصوت هادئ فغدا يتحدث عملك بصوت مرتفع. إياه طلق كقطر الندى على حسنه دائما أقسم. كل يوم تعيشه هو هدية من الله، فلا تضيعه بالقلق من المستقبل أو الحسرة على الماضي، فقط قل توكلت على الله. ووجه جميل كبدر الدجى ينير الوجود فلا يعتم. ووجه جميل. عش وحيدا وليس متوحدا، وعش كبيرا وليس متكبرا، عش لله ومت من أجله، واترك الخلق للخالق. ينير الوجود فلا يعتم. إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم جمعة جمعة. نلتقيكم إن شاء الله في الحلقات القادمة. نتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة ورائعة مع أحبابكم ومع أقربائكم، صلوا أرحامكم، ولا تنسوا أنكم تصفوا نفوسكم، فهذا اليوم هو محطة للوقود، وقود إيماني، وقود المحبة، وقود التواصل والتراحم. إذن اطلقوا العنان لهذه النفسيات الطيبة أن تنطلق، وعيشوا بإذن الله تعالى في سعادة وأمان وسلام. تحية مني أنا عادل بن أحمد برباع، من الكنترول الزميل تركي عبد الله. نشوفكم على خير.